بخير عليكم، مرحبا بكم عندي في قناتي. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم رايحين نروحوا لتونس. اليوم غدانا تونسي، هنديرو الملاوي التونسيين، نديرو لاباط هي الأولى وإن شاء الله تعجبكم الوصفة. لاباط المقادير، درت نص كمية سميد ونص كمية فارينة، وعندي مغرفة زيت والملح والماء. خلطوا الفارينة والسميد، حطوا مغرفة زيت، حطوا الملح، مغرفة كبيرة ملح والماء، لموها بالماء، ما ندوش جارية بزاف، ندوها شادة روحها. الماء عادي من حنفية، ماهوش سخون ماهوش دافي. لمو العجينة، طميت العجينة هكا يكون القوام متاعها ماشي جارية هكذا. دركا نخليها تريح، حطيت ساشي غذائي تاع خبز شمقتو بماء سخون، حطها فيه تريح، خليها تريح هكيك نص ساعة ولا ونولوها. هنا نص ساعة نرجعها، نعجنها شوية، لازم نخليها ترتاح، حطوها في ساشي نخليها ترتاح نص ساعة خلال. نقرصو العجينة، خليها تريح، هاني قرصتهم كامل ونغطيهم بابيفين، دهنتهم بالزيت، خليهم يريحوا. خليهم يريحوا، نحلو العجينة هكا، رقو الطراف، نجبدوها شوية، نرشو عليها شوية زيت، نطويوها. نطويها هكذا ونخليها تريح. راني خليتهم يرتاحوا، نبداو لي درتها بها هي الاولى، ونطرحوها ونبداو بالطراف، رقوا الطراف هما الاولين هكذا. المبتدئات مش تقدر ترفدها وما تتعوج لهاش، دير كرتونة هكا
نعطيك من لاستيس لعجينة تاع المعارك ولا المطاوي، مدوهاش جارية كيما تاع الفتات، خلوها شوية شادة روحها، تسهلكم الخدمة ومتشربش الزيت. دوك حطوها فوق الطاجين، حطيتها فوق الطاجين، نرفدو الكرتونة هكا. كي يشوفوها تشمعت نقلبوها. هي بدات تتنفخ وقلبوها، كملوا طيبوهم كامل. شوف كيفاش جا البلاوي تاعنا، جا خفيف، جا مورق من الداخل، ما شربش الزيت، جا رائع. ودور كان وجدو الكاسكرو تاع البلاوي التونسي، حطوا شوية هريسة ونديرو حبة فرماج ونعبصوها مع بعض ونطليوها على البلاوي، الملاوي كاملة. اللي ما يحبش الحار الدايس صغار ديرهم كاتشوب. والطون كنت صفيته بالزيت، صفيوه مليح بالزيت، نحط شوية طون ونزيد نص حبة بيض قطعها. اللي يحب الفخيت حط شوية فخيت. نلويهم نديرو التانية، حطوا شوية هريسة والفرماج ونطليهم. هادي حنديرها بالباتي، نحطلها الباتي ونزيد لها البيض. الفخيت ونجوبيها دوك، حطهم في طبق التقديم. راه وجد كاسكروت الملاوي جا هايل، نتمنى تجربوه وتسيوه ويعجبكم بربي ان شاء الله. تحية لأهل تونس، واش حنقولكم، لي يدخل جديد دينا ابوني ودينا لايك وبارتاج. هيا بقاو على خير، سلام.